شو مخلصة دراسة؟ احكي لنا. يعني أنا سمعت إنه دراستك بعيدة كلش عن الفن. إي أنا قسم محاسبة. معهد محاسبة. إي محاسبة. زين ليش اخترتي موضوع بعيد عن الغناء؟ وأنا سمعت من أنتي وطفلة تحبين تغنين. ليش اختارت المحاسبة؟ هي صارت صدفة صراحة، يعني مو أنا أصلاً، هذا مو الشيء كنت أنا أطمح له بالبداية. كان ببالي إنه كلش أحب مجال الطب، بس الظروف ما سمحت لي، فصارت صدفة. بعدها يعني شوف، هواني عدة مواهب عندي وعدة أشياء ببالي أريد كلنا نسويه، بس هي ما ترهم رب العالمين ينطيك شيء واحد لازم تشتغل عليه. صحيح. فقعدت بيني وبين نفسي إنه خلاص أنا مو أنفع، يعني أنا اشتغلت هواية، توظفت بأماكن بس قطاع خاص يعني مو حكومي. فشفت نفسي أنا مو أقدر إلا أغني. شو كنت قلتي راح أصير مغنية، راح أحترف الغناء؟ وأنا من صغيرة أتذكر جيراننا كانوا هواية يجون يشتكون يم أهلي علي قد ما أنا أغني. من أنا صغيرة أغني، بس كفكرة خليتها براسي صار سنتين بس. شو كنت صارحتي أهلك إنه أنا راح أروح أشترك ببرنامج، راح أروح راح أغني؟ صارت هيك قاعدة لو شلون صار؟ من بدت برامج ذا فويس تطلع، من هاي البرامج اللي بدت تطلع، عن كنت أقول لأهلي إنه أنا في يوم من الأيام حشوفيني بواحد من هاي البرامج. شو يقولوا لك؟ كانوا يضحكون. يقعدي وين تروحين ما أدري شنو، مثل اللي ما مصدقين إنه هاي الفكرة راح تصير. من قدمتي كانوا يدرون؟ إي بس يعني أخواتي ووالدتي وكذا وهاي لا، كانوا يقولون إي عادي ليش لا تشارك. لما رحتي وقدمتي العراق آيدل ألمن قلتي؟ كلهم قلت لهم. ووافقوا رأسا؟ هم شوف، أنا قبل شوية ذكرت إنه حتى لو ما كنت بالغناء، الأهل ما يندفعون إذا مو من الأقارب. يعني إحنا لو نبقى على الأهل بس تبقى بسيطة. الأقارب هواية لهم دور يغيرون بالأفكار. فهم كانوا خايفين من موضوع الأقارب بس.